تستقبل محافظة الدقهلية عبر نقاط استلام القمح المحصول المحلي لموسم 2024، هذا وقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في حصيلة توريد الأقماح في اليوم الأول من الاستلام. في إطار توجيهات الدولة، تم بدء عمليات فتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي لموسم 2024 في محافظة الدقهلية، وقد أعلنت الجهات المختصة عن ارتفاع حصيلة توريد القمح في اليوم الأول إلى مستويات ملحوظة. وبالأرقام، بلغ إجمالي الكميات الموردة من القمح إلى جميع المواقع التخزينية بالمحافظة التي تخدم الشركات التسويقية ما يقارب 216,751 طناً و78 كيلوغراماً، بالإضافة إلى كميات تم توريدها خارج المحافظة وبلغت 7,650 طناً و456 كيلوغراماً. وكذلك كميات القمح المحلية المخصصة لإنتاج التقاوي التي بلغت 1,115 طناً و216 كيلوغراماً. نسبة التوريد وصلنا عدينا 52% من النسبة المستهدف، النهاردة 230 ألف طن، طبعا المستهدف 400,000. زي ما حضرتك شايف نسبة الإقبال عالية جدا بسبب السعر العادل وتسليل أي عقوبات للموردين. هذا وقد تم تحديد أسعار شراء القمح، حيث تراوح سعر الإردب بحسب درجة نقاوته ما بين 1,900 و2,000 جنيه، بشرط أن تكون الحبوب خالية من الإصابة الحشرية والشوائب. موسم مبشر بالخير، يعني احنا النهاردة لغاية النهاردة 225 ألف طن، دي الكمية الموردة تقريبا، وانتظام في عملية التوريد زي ما انت شايف حضرتك، وكمية التوريد تتم على أكمل وجه. بيتم فحص القمح فحص ظاهري بحيث نشوف الرطوبة الموجودة بتاعته قد إيه، عندنا طبعا حد أقصى للرطوبة 14%، ما يزيدش عن الحد الأقصى دهوت. عندنا كمان نسبة الشوايب بنعمل له حاجة اسمها تقريط. يعني إيه تقريط؟ يعني بنحسب الدرجات بتاعة نقاوة القمح، في درجة 22.5 وفي درجة 23 وفي درجة 23.5، و23.5 ديت أعلى درجة. ولضمان سير العملية بسلاسة ويسر، تم إنشاء غرفة عمليات في إدارة التموين لمتابعة موسم الحصاد وتذليل أي معوقات قد تطرأ بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية. وتجاوز عدد المواقع التخزينية 37 موقعاً على مستوى المحافظة لاستقبال القمح في هذا الموسم. توريد كويس، يعني من أول الموسم والتوريد شغال 100%، وما فيش عندنا أي مشاكل بالنسبة لتوريد القمح. الإنتاج عالي والأسعار السنة دي ممتازة، خلال كل بيورد لنا السنة دي والدنيا حلوة معنا بإذن الله. من جانبها، أكدت إدارة الصيانة استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح بهدف ضمان سير العمليات بسلاسة وفاعلية. في أسواق البترول العالمي، ارتفعت أسعار النفط مواصلة اتجاهها الصعودي، وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني ومع عدم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الرامية لوقف القتال في قطاع غزة. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 19% ليصل إلى 84.4 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 34% ليصل إلى 79.53 دولار للبرميل. هبطت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة 64% لتصل إلى 2.46 دولار للتر. في المقابل، تراجع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 78% لتسجل 2.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفضت بورصتا الإمارات عند الإغلاق مع سيطرة حالة من الحذر على المستثمرين وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وانخفض مؤشر أبوظبي الرئيسي بنسبة 13% ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي. وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 12% متأثرا بخسائر في القطاع العقاري.
ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بشكل غير مسبوق بقيادة أسهم شركات الطاقة والتعدين، حيث يتجه المؤشر القياسي لأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر يناير بفعل تزايد المضاربات على خفض أسعار الفائدة في المنطقة. وتقدم المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.5% في موجة صعود واسعة وضعته على طريق تحقيق مكسب أسبوعي 2.8%. وتصدر مؤشر السلع الأولية للقطاعات الرابحة بمكاسب بلغت 1.4% بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين صعد مؤشر شركات الطاقة بنحو 1.1% بدعم من مكاسب أسعار النفط. ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مدعوماً بنتائج أعمال إيجابية ومكاسب في وول ستريت، رغم أن عمليات جني الأرباح حدثت من تحقيقه مزيداً من المكاسب، وأنهى المؤشر نيكي تعاملاته على ارتفاع بنسبة 41%، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على زيادة بنسبة 54%، وشهد نيكي تعاملات متقلبة خلال الأسبوع المنقضي بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع. أظهرت بيانات تراجع مبيعات أسعار السيارات في الصين بنسبة 5.8% على أساس سنوي في أبريل، بعدما أخفقت منافسة شرسة في الأسعار وحوافز متنوعة في تبديد حذر المستهلكين بشأن بنود الإنفاق الكبيرة وسط هشاشة تشوب الانتعاش الاقتصادي. وكشفت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن إجمالية مبيعات السيارات بلغت 1.55 مليون وحدة في أبريل، بانخفاض يقدر ب 9.6% عن مبيعات مارس. وكانت مبيعات السيارات قد ارتفعت 5.7% على أساس سنوي في مارس، كما قفزت 53% على أساس شهري. كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي الاقتصادي بريطانيا سجل نمواً أقوى من المتوقع، بلغ 6.1% في الربع الأول بعد دخوله في ركود غير حاد في النصف الثاني من العام المنقضي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة 6، وعودة من جديد إليكما أدوار هام. شكراً شروق.